الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن أسماء بنت يزيد أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حسنه الألباني في صحيح الترغيب. وعن بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به استجاب. صححه الألباني في أصل صفة الصلاة على شرط الشيخين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا، فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفسي بيده، لقد دعا الله باسمه العظيم، وفي رواية: الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صححه الألباني في أصل صفة الصلاة على شرط مسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ورجل يصلي، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صحح الألباني إسناده في مشكات المصابيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.